2007 دينالي. اللي عنده المشكلة انه الاسطبات الخلفية ما تشتغل. نشوف الان الوضعية على الاوتو. الانوار الامامية شغالة، المفروض انها الخلفية تكون شغالة مطفية، ما تشتغل. عاملين له توليف لانه عنده مشكلة كهربائية، عاملين توليف. هذا هو الفيو الريلي تبع البارك بارك لام الخلفي، شوفوا مدينه مع الضفيرة يخش داخل السيارة. بنفتش عليه وبنشوف ايش المشكلة بالضبط. هم شبكوه مع الانوار، اول ما تشغل النور طبعا طفي الاوتو، الان اكيد بيكون شغال الخلفي. بنفتش في الضفيرة، بنبحث عن المشكلة وبنصور مرة ثانية. طبعا هذا الديناي اللي فيه البارك لامب الخلفي فيه مشكلة، طبعا هذا مخطط. طبعا هذا الريلي المشكلة كانت معانا في الخط رقم 585، هذا الخط اللي يعطي الأمر. طبعا من هنا هذا السويتش يعطي أمر البودي كنترول، من البودي كنترول يروح إلى الريلي، والريلي يشتغل يعطي اللمبات السكن اللي يسموها. كان عليها توليف، والمهم تبعنا المخطط وجدنا انه الفصل كان ما بين علبة الفيوز الخارجية الى البودي كنترول هنا. هذا هو الفصل، هذا السلك الازرق اللي كان مفصول فقط لا غير. طبعا انتهينا من عمل السيارة وغيرنا الكتاوت، هذا الكتاوت اللي طبعا انتهينا من عمل السيارة اصلاحها. كان فيها شورت مقطوع السلك تحت قاعدة الفيوز بالنسبة للبارك لام، الانوار الامامية السكن والخلفية ما هي شغالة، وكانوا موصلين دايركت سلك دايركت من السويتش الداخلي، رغم ان المخطط كان من السويتش الى البودي كنترول، البودي كنترول الى قاعدة الفيوز، من قاعدة الفيوز الى اللمبات. ألغينا السلك التوليف وصلحنا المشكلة الأساسية اللي جاء عليها العميل، وهذا الكتاوت ركب ونجرب السيارة. طيب الآن نولع، هذا البارك والع، وهذا بالخلف والع. الآن السيارة نظامي. شكراً.